أستاذة صابرين تتفضل. أستاذة صابرين، أتمنى على حضرتك إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. السلام عليكم. اتفضلي. ألو. أيوه السلام عليكم. عليك السلام يا كابتن، بس نوطي التلفزيون. أنا وطيت التلفزيون كده. اتفضلي اتفضلي يا أستاذة. كده تمام. اتفضلي. هو أنا مش صغيرة ومش شابة زي الشباب ولا يعني خلاص أنا بودع. أنا عندي 65 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يديك الصحة مع حسن العمل إن شاء الله. أنا كنت في فترات بحضر درس حضرتك في أكتوبر مع بنتي. طيب. أنا من ساعة ما اتجوزت ما شفتش تقدر تقول ما شو... عايشة لوحدي كده في دنيا. أحاول أطلع من أي ناحية ما فيش فايدة. تمام؟ مريت بصعاب كتير، الحمد لله الحمد لله طلعت بنت وولد الكل بيشهد له بحسن الخلق. أدي بالك بس يا حاجة صابرين، أنا بس عايزك تهدي بالك. ليه تهدي بالك؟ لان الحقيقه يعني الحياه كلها تحت رحمه ربنا، يعني الدنيا كلها مش هقول من فاتها، الدنيا كلها يوسعها مولانا علينا ويخلق لنا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انا بس بدعي 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 ومنتظره التوسعه لحد ما بقى عندي 65 سنه الحمد لله. الحمد طيب. لله على كل حال، وانا منتظره برضك ربنا هيكرمني ان شاء الله، هيكرمني في ولادي ان شاء الله. بس ان شاء الله ادعي لبنتي بس ربنا يفرجها عليها برضو ان شاء الله، ربنا يفرجها عليها ويرزقها ويوسع عليكم ان شاء الله. يا رب ويتلطف فيكم يا رب، ووفق ابني في غربته يا رب ان شاء الله. الحمد لله انا راضيه. اساليني بقى سؤال يا استاذ حاجه صابرين. انا كل اللي حضرتك قلت عليه بالاحتراق والتضحيه وهذا حصل معايا. طيب. معايا لدرجه ان انا في يوم من الايام في وقت من الاوقات كنت بكره اني زوجه مسلمه وبنت مسلمه لرجل مسلم، يعني بابايا كان من الفلاحين راجل بمعنى الكلمه، بس صعب جدا مع البنات معايا يعني انا الوسطانيه. وبعدين اتجوزت جوازه يعني ما يعلم بها الا ربنا، بس طيب. الحمد لله راضيه وربنا رزقني بنت زي القمر وولد زي الفل. طيب اقول لك انت عايزاني اقول لك. طيب استاذ حاجه صابرين، انت عايزاني اقول لك تعملي ايه؟ اقول لحضرتك على طول دلوقتي. وهقول لحضرتك وسؤال، عندي سؤال. اتفضلي. انا وصلت لدرجه ان انا مش متقبله اي علاقه مع جوزي. احنا دلوقتي على المعاش وقاعدين احنا الاثنين في البيت. اكل اقول لحضرتك تعملي ايه؟ بس ايوه بس يعني كده تأديت واجب. انا مش عايزه حاجه، بس عايزاه يرحمني في الحته دي. حاضر حاضر هقول لحضرتك. هقول لحضرتك بصي حاجه صابرين عشان الوقت جري مننا، انا هقول لحضرتك حاجه. حتى لو حتى لو كانت العلاقه دي تأديت واجب، انا عارف ان انت من جوه اقعدوا اتكلموا، وانا بكلم زوج حضرتك ان العلاقه دي 80% عند المراه دي مشاعر و20% عند الرجل، لذلك الله سبحانه وتعالى امرنا ان نقدم الى انفسنا. من التقدمه ان احنا نقدم ان احنا نجبر الخواطر. الست محتاجه جبر الخواطر يا سيدي، فعشان كده لابد ان انت تعمل ده. الامر الثاني والمهم، انت يا ستي الله سبحانه وتعالى استجاب لك وهيكرمك ووسع لك، وان شاء الله سبحانه وتعالى كل هذا سيكتب لك في ميزان حسناتك. ولكن انا مصر استمر في الكلام زي ما النهارده اتكلمنا، اقفوا واتكلموا مع بعض وخلوا في حوار بينكم، عشان اهو في علاقه خاصه، الراجل بيحبك، ممكن نستثمر ده ونتكلم مع بعض ونبتدي نتخلص من مشكلات الاحتراق. نتكلم مع بعض كمان، لازم مع بعض نحاول بقدر الامكان نصنع ذكريات جديده، نمتن لبعض، ولازم كمان نقترب من بعض ونحتضن، ولذلك نستطيع ان احنا نستثمر ده. وان شاء الله سبحانه وتعالى نظر الينا، ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يملى بيوتنا بركه ونور وفتح وجمال. يا جميل، جمل قلوبنا وجمل اخلاقنا وجمل بيوتنا بنظرك إلينا بمددك إلينا، واجعلنا يا ربنا من الراضين المرضيين السعداء المسعدين يا رب العالمين. أكرمنا برضاك في كل وقت وحين.